ننتقل إلى مثال 5 صفحة 28 من الكتاب المدرسي. إذا كان المتجه ألف يساوي 2 جيم سين وجيم سين، والمتجه باء يساوي جيم سين واحد، متعامدين. معطيك إنهم متعامدين، فما قيمة قيم سين حيث سين تنتمي إلى الفترة باي واثنين باي؟ ما قيمة قيم سين؟ بما إنهم لبناء متعامدين، إذا حاصل الضرب الداخلي لإلهم يساوي صفر، ألف دوت باء يساوي صفر، لماذا؟ لأنهم متعامدين. من هنا أنا بدي أجيب قيم سين، 2 جيب سين ضرب جيب سين زائد جيب سين ضرب واحد، هذا كله يساوي صفر. 2 جيب سين في جيب سين، جيب سين في جيب سين، جيب تربيع السين زائد جيب سين في واحد جيب سين يساوي صفر. الآن هذه معادلة تربيعية بدها حل، إما بتحليها بأخذ العامل المشترك، طرق حل المعادلة التربيعية، أخذ العامل المشترك 2 اللي هو الأقواس، 3 القانون العام. هذه المعادلة سهلة، بنحل بأخذ العامل المشترك اللي هو من جيب السين، جيب السين عامل مشترك، شو بضل؟ 2 جيب السين زائد جيب السين على جيب السين يساوي 1 ويساوي 0. الآن إما جيب سين يساوي 0 أو خلينا نكمل 2 جيب السين زائد 1 يساوي 0. هذه معادلة بسيطة بدها حل. ما الزاوية اللي جيبها يساوي 0؟ إما على الآلة الحاسبة أو باستخدام زوايا الأسناد بنحليها. الزاوية اللي جيبها يساوي 0 هي 0 وباي واثنين باي. كيف على الآلة الحاسبة بنقول شيفت تان، سوري شيفت ساين الصفر، تطلع معك الزوايا 0 وباي واثنين باي. الآن هل هذه الزوايا موجودة ضمن الفترة أو لا؟ الصفر ضمن الفترة طبعاً. تعالي اسمعي عملية هيك، الباي واثنين باي وين موجودة؟ هاي باي وهي اثنين باي. طبعا لا هذا ضمن الحال ولا هذا لازم تكون ضمن الحال، لانها مفتوحة عندك الفترة. لازم الجواب يطلع يا اما في الربع الثالث او في الربع الرابع. الصفر مش موجودة، الباي مش ممنوع يكون جواب لانها مفتوحة الفترة، واثنين باي كذلك، اذا ولا وحدة فيهم ضمن الحال. هاي نشوف 2 جيب السين زائد 1 يساوي 0، هذه معادلة خطية بسيطة بتحليها. ننتقل إلى الطرف الثاني، 2 جيب السين يساوي سالب 1، القسمة الطرفين على 2 على 2، جيب السين يساوي سالب نص. إيش الزاوية اللي جيبها يساوي؟ طبعاً إحنا أعطيناكم بنخبي السالب، إيش الزاوية اللي جيبها يساوي نص؟ السين يساوي 30. طيب يا بنات هل 30 جواب؟ لا يا عمري، هل زوايا؟ زاوية ايش؟ اثنان، زاوية اثنان. طبعا وين الجذر سالب عندك؟ هنقول جيب مظلل جتان. وين الجيب سالب؟ هنا الجيب موجب، الجيب موجب في الربع الثاني وفي الربع الرابع الجيب سالب. طيب زاوية الاثنان 30، قلنا في الربع الثالث الزاوية تكافئ زاوية على الصورة 180 زائد ها، وهنا 360 ناقص ها. كم ها؟ ها 30، 180 زائد 30 يساوي 210، وهنا 360 ناقص 30 يساوي 330 درجة. الآن هل هم ضمن الحل أو لا؟ إحنا قلنا الحل لازم يكون يا إما في الثالث يا إما في الرابع، ال 210 تضفي الثالث وال 330 في الرابع، إذا مجموعة حل المعادلة كلها قيم س هي 210 و 330. ويعطيكم العافية. عليك واجب أمضي سؤال 3 صفحة 32. يعطيكم العافية.